بعينا في كل مكان، أجدد معكم هذه التحية في هذا اليوم الجميل، في يوم الذهب، في يوم السيوف، في يوم البنادق، في هذا الحضور الميمون، في هذا الحضور المشرف. سلطان بن حمدان، وقف يا تاريخ واضرب الكساب الجمايل تحية، مطنوخ راسه من سلالة مطانيخ، دون الفخر يا رد حياض المنية بحضور فخرنا في هذا اليوم. سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، وبدعم معازيبنا أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه، تصل هذه الرياضة إلى قمة عطائها، حيث الحضور المشرف والمشاركات الخليجية ودعم لكافة الفئات. ينطلق شوط خصص لأهل الإنتاج، للمحافظين على السلالات العريقة، السلالات الكبيرة. نصل إلى شوط السيف، شوط الكيف. هذا الشوط للمحليات الأصايل، مقدمة الشوط وأول المراكز، أول المراكز في هذه اللحظات. يأتي دور العين، العين العين العين، محمد بن حمد بالدليلة باللويع العامري يقدم لنا العين على المركز الأول. يدل طريق السيف، يدل طريق السيف باللويع مع المركز الأول. العامري يبحث عن السيف والمليونين والخمس 500,000 درهم في عاصمة الميادين. المركز الثاني القدوم من الشاهنية، غاصب بن محمد بن خيل العفاري يقدم لنا شعار يا بن خيل خلك اليوم لك حيلة، خلك لك حيلة، فمن لديه حيلة فليحتال في مثل هذا اليوم. المركز الثالث القدوم، الوصول من مربوشة. مرحبا يا بالدهيمي، سالم بالدهيمي بن حمد العامري يقدم لنا شعاره، يقدم مربوشة على المركز الثالث. المركز الرابع سحابة تأتي مع المركز الرابع لخليفة بن محمد بن زاهر الخيالي يقدم لنا سحابة. المركز الخامس القدوم من انطيلة، أحمد بن خزع بالهركي العامري يقدم شعاره مع المركز الخامس. هكذا متابعين في كل مكان، النداء للخمس المراكز الأولى المنطلقة، مليونين ونصف بالانتظار، بالانتظار. لو نبي نقسمها عليكم يا الخمسة، كل واحد للحد هذه اللحظة له 500,000، له 500,000 حتى هذه اللحظة. ولكن السيف، السيف 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 الذي يتلاعب بالأعصاب، يتلاعب بالأعصاب. ما زال العامري مسيطر، ما زال متحكم، مقدم العين، العين محمد بن حمد بالدليلة بالويع العامري. المركز الثاني الشاهنية مع المركز الثاني، يقدم الشاهنية مع ثاني المراكز في شوط المحليات. منطلقا مندفع غاصب بن محمد بن خيله الأحذاري، يلا يا غاصب، يلا يا غاصب. 4 كيلومترات، 4 كيلومترات بينما المركز الثالث، المركز الثالث انطيله، انطيله اللي قادمة بإطلالتها الجميلة
بشعارها الجميل يقدم لنا نطيلة ولا المركز الثالث. هذه مربوشة، هذه مربوشة مربوشة. أربش هنا الدهيمي، أربش هنا الدهيمي، وأربش المشاركين. يقدم مربوشة سالم بن الدهيمي بن حمد العامري، يقدم مربوشة. أربش الصدارة، أربش الصدارة، مربوشة يا مربوشة. المركز الرابع القدوم من سحابة، خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، يقدم سحابة، يقدم سحابة. وهاديها أعصابه، هاديها أعصابه بن زاهرة الخيالي. المركز الخامس مطيلة، أحمد بن خزع بالهركي العامري. هكذا الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، كل واحد عينه على الثاني، كل واحد عينه على الثاني. بحركهم شوي، بحركهم شوي. وين بن نهيان يا اخواني؟ وينك يا بن نهيان؟ يا بن نهيان، اخر سيوف هذا المهرجان، اخر سيوف المهرجان. يا مالك شواهين، يا مالك شواهين، في رصيدها العديد العديد من السيوف، من السيوف. والخمس المراكز الاولى اللي كل فارد عضلاته من اجل السيف، وهو كفو للسيف، كفو للسيف. الخمس المراكز الاولى، تحركوا يا اخواني، تحركوا يا اخواني، انفصلوا عن بعضكم شوي، انفصلوا شوي. الهدوء في هذا اليوم غير مطلوب ابدا، غير مطلوب. سيف الوثبة يبيله جنون، يبيله جنون. وحالات الحياة احيانا بلذة جنونها، بلذة جنونها، نوع من انواع الفنون. تحركوا على المقدمة، من المسيطر؟ غاصب بن محمد بن خيلة العذاري، العذاري يقدم لنا شعاره الشاهنية. روح يا غاصب، يا غاصب، خذ السيف غصب، خذ السيف غصب، اغصب هالسيف يقترب لشعارك، لعزبتك. يا العذاري، العذاري اللي يمني النفس بأن ينقل السلام، وين يا غاصب؟ وين بواب 11؟ من الكاسب يا غاصب؟ المركز الثاني، القدوم من المركز الثاني من سحابة، سحابة خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي. يتحرك مع سحابة، يتحرك مع سحابة. سحب المركز الأول، سحب بساطة، يبحث عن سيف الذهب، يبحث عن سيف الذهب، يبحث عن سيف سيدي خليفة بن زايد. يقدم سحابة خليفة بن زاهرة، خليفة بن زاهرة. المركز الثالث، المركز الثالث اللي غيرت على المركز الثاني، بن دليلة، بن دليلة، بن دليلة. يقدم العامري شعاره باللويح، باللويح. يهي من معركة، يهي من معركة، وصلت من تدل السيوف، وصلت من تدل الانجازات، وصلت من تدل الرموز. وصلوا في هذه اللحظات، تحركوا. يا له من غزو، يا له من غزو، يا له من غزو. المقدمة، المقدمة ما زالوا في الصدارة. مطيلة، مطيلة، أحمد بن خزع بالهركي العامري. المركز الثاني خليفة بن زاهرة الخيالي مع المركز الثاني. رحبوا بمن وصلت في هذه اللحظات، رحبوا بالإنجازات الكبيرة، رحبوا بالماضي المشرف، رحبوا بالحاضر التليد، رحبوا بشواهين، شواهين، شواهين القادمة بشعار حمد بن سالم بن نهيان العامري. راح اليمشى، راح اليمشى. السيف السادس، السيف السادس، السيف السادس. إلى حال الحير، إلى حال الحير. بن نهيان ينادي السيف، تحسسي نبرتي يمكن تعرفيني، أنا بقايا رجل كنتي تحبينه، كنتي تحبينه. الرموز تحب شواهين، السيوف تعرف شواهين. مطيلة مع المركز الثاني، أحمد بن خزع بالهركي العامري. ولكن أيها التاريخ، أيها التاريخ، قبل أن تغلق صفحاتك عليكم بقراءة آخر السطر، آخر السطر. بن
كان نهيان روح كنح الموت الحمر روح مع شواهين شواهين الانجازات الذهبيه شواهين السيوف الذهبيه شواهين بالاشواط المحليه شواهين بانتاجك يا بن نهيان بانتاجك الفاخر شواهين حمد بن نهيان بن سالم العامري خلاص يا بن نهيان جماهيرها محبيها في كل مكان ستة سيوف ستة سيوف ستة سيوف هل بقي مجد آخر هل بقي مجد آخر إنها أم الرموز أم الإنجازات أم البطولات أم التاريخ المشرف إلى الحير هذه بطلة الحير بطلة الحير بطلة الجبيب بطلة الإمارات إنها شواهين السيوف الستة بن نهيان بن نهيان بن نهيان يحلو طلته يحلو طلته بالسيوف الستة ينجز يبدع يتألق يتفوق هكذا هي شواهين الإنجازات تتكرر إنجاز تلو الآخر شواهين التي اتفق الجميع على ترشيحها شواهين ملك حمد بن نهيان بن سالم العامري لنهني أبناء بن نهيان كافة تهانينا لك يا سالم يا بن حمد يا بن نهيان العامري وعبد الله بن حمد بن نهيان العامري وحربي بن حمد بن نهيان ومحمد بن حمد بن نهيان وكافة أبناء بن نهيان الكرام على هذا الفوز وسهيل بن نهيان وجماهير شواهين في العالم بأكمله هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 25 وخمس أجزاء من الثانية في شوطنا الخامس 12 دقيقة 28 وخمس أجزاء من الثانية لتنجز السيف السادس في رصيدها 12 دقيقة 30 ثانية وثمان أجزاء من الثانية هو توقيت طيلة تهانينا لأحمد بن خزع بالهركي العامري قدمت أداء تشكر عليه المركز الثالث لحظة وصولها الفائزة بالمركز الثالث 12 دقيقة 38 وجزء من الثانية ألا وهي غزوة لسلطان بن حمد بن عمير الشامسي بينما المركز الرابع كان الدخول عند خط النهاية هنا 12 دقيقة 39 والتسعة أجزاء من الثانية شعار بالخرس الاكتبي قدم شعاره مع المركز الخامس أم المركز الرابع المركز الخامس 12 دقيقة 40 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية مع خامس المراكز مع العثة بن خزع العامري هكذا متابعينا في